ولذلك أوكرانيا نفسها الذي نحن نرفض الآن العدوان عليها هي من شاركت باحتلال العراق وتسليمه إلى إيران، وكان الجيش الأوكراني يعيث فسادا في العراق ويقتل وينهب ويسرق، وبالتالي لكن أخلاقنا حقيقة لا نرتضي أن يكون هناك هجوم على أي شعب آخر أو أي شعب يتعرض إلى الاحتلال، لأنه ما اكتوينا في العراق حقيقة يدعونا إلى أن نرفض جميع أنواع الاحتلالات. لكن بالمقابل ما قاله هذا المصري الشجاع حقيقة كلمة حق بوجه العالم الذي يرى الأمور بعين عوراء، لأنه عندما أرهبهم العدوان الروسي على أوكرانيا كان ينبغي أيضا أن ينظرون إلى الفلسطينيين وهم في حقيقة 74 عاما يكتوون بإرهاب الكيان الصهيوني من قتل وتشريد وأخذ الأراضي، وربما هو أقسى مما يجري الآن في أوكرانيا بشكل كبير وواسع تماما، وقبلهم ما جرى في العراق من احتلال باطل وما يجري في سوريا واليمن ولبنان وكثير من البلدان، وبالتالي أيضا صربيا والبوسنة والهرسك شاهد على المجازر الذين حقيقة أخفوا جميع هذه المعالم ولم يفتحوا أبوابهم للمهجرين كما يحدث الآن. لكن بكل العبارات نحن لسنا مع شن الحروب على البلدان أو الآمنين. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد عبد القادر النيل الكاتب العراقي على كل تلك الإيضاحات الرائعة التي أوضحتها لنا في حلقة الليلة من برنامج رأيي. بارك الله فيكم.